من منطلق اهتمام وزارة التربية والتعليم وبرعاية خاصة من سعادة الوزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي للاهتمام بذوي الإعاقة السمعية، بادرت مدرسة خولة بإطلاق مشروعها الأول على مستوى مدارس المملكة الثانوية عبر مركز التنمية المستدامة التابع لوزارة التربية والتعليم. ثقافة التواصل مع الصم وتعزيزها لدى الأجيال الحالية هي خطوة متميزة انطلقت من مدرسة خولة الثانوية للبنات لتبدأ مشوارا رائدا يحمل بين طياته معاني الإنسانية التي قد تساهم في تغيير مصير كثير من الأفراد ليكونوا أداة فعالة في المجتمع من خلال معرفتهم بلغة الإشارة. تركيز المدرسة على ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال فتح مركزين لمراكز التنمية المستدامة يتعلقون بتعليم لغة الإشارة للطالبات، بغرض أن المدرسة فعلا قاعدة تخطط لإعداد مترجمين للغة الإشارة باعتبار أن لغة الإشارة هي فعلا اللغة الأم للأصم. احنا يعني بدأنا بهذا المشروع المبادرة الدعم المشروع التعليمي اللي برعاية خاصة من سعادة الوزير الدكتور ماجد النعيمي، أن دمج الصم في المدارس العادية بيكون دمج الصم، فهذا المشروع بالعكس يعني هذا يكون انطلاقة أن الأصم أنه ياخذ حق التعليمي وبالإضافة إلى حقوق الاجتماعية. مشروع حصص لغة الإشارة الأول بمركز التنمية المستدامة يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة لغة الإشارة بين الطلبة وتدريبهم والتعاون مع المدارس الثانوية بإقامة ورش تدريبية مستمرة تقدمها مدربة متخصصة في هذه اللغة تعمل على تطوير قدراتهم الذاتية ليكونوا أكثر تفاعلاً مع فئة الصم. أنا اسمي معتز، وأنا اليوم شاركت في هذه الورشة علشان استفيد وأتعلم لغة الإشارة عشان أقدر أساعد الناس وأوصل المعلومة حق الناس اللي ما يقدرون يتكلمون أو ما يقدرون يسمعون الناس عدل، فأنا بوصل لهم المعلومة وإن شاء الله أتوفق في هذا المجال. أنا الحين قلت اسمي بلغة الإشارة، وأنا حدي مستانس إن أنا أتعلم هاي اللغة لأن شنو في وايد ناس هني في العالم مظلومين بسبب ذي الشيء، إن ما حد قاعد يفهمهم أو إن مو قادرين نوصل لهم المعلومة، وأنا حدي مستانسة إن مدرستني جات الفرصة اللي عندها، ويعني أتمنى إن الكل يتعلم هاي اللغة لأن وايد يعني بتخلي إن الأصم إنه يعني يحس إنه هو مو مظلوم. خطوة رائدة ستتولى نقل الصم إلى دائرة التفاعل المجتمعي تمهيدا لدمجهم في المدارس الثانوية لضمان حقوقهم في التعليم وتدريب الطالبات على لغة الإشارة للتواصل مع الصم وإعداد مترجمين من الطلبة والطالبات. طبعا من خلال حضوري لهذه الورشة في مدرسة خولة الثانوية استفدت استفادة كبيرة كوني أول مرة أحضر مثل هذه الدورات في تعلم حروف هذه اللغة وفي تعلم أرقام هذه اللغة وكيفية استخدام الجوارح الأيدي وملامح الوجه والجسد في توصيل هذه اللغة لهذه الفئة الصم. تحطيم حاجز الصمت لدى الصم ودمجهم مع أقرانهم من المتكلمين خطوة رائدة تحسب لوزارة التربية والتعليم. مبادرة هي الأولى من نوعها التي تنطلق من مدرسة خولة الثانوية للبنات كمحطة أولى لتمكين طلبة المدارس ومعلميها من التواصل بلغة الإشارة كخطوة أولى لدمج الطلبة من فئة الصم في مدارس البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.